الحضور ديالنا اليوم هو اللي من اجل لقاء علمي حول التكوين الاساسي في مجال الطب اللي كتنظمه الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه. بطبيعه الحال هذا شرف لنا ان نحضر هذا اللقاء العلمي اللي الموضوع ديالو اساسي بالنسبه لنا، مرتبط بمدى توفير الموارد البشريه في مجال الصحه بشكل عام، الموارد الطبيه بشكل خاص اللي تحتاجها المنظومه الصحيه الوطنيه في القطاعين العام والخاص. وبهذه المناسبه اريد ان اؤكد، وهذا هو توجهنا في المخطط المتوسط المدى 2025، هو ان نصل الى يعني شراكه حقيقيه، اون سينيرجي، يعني واحد النوع ديال شراكه قويه كتعدى الشراكه، ممكن نسميوها تكثيف المجهود باش نعطوا نتيجه بحال داك 1+1=3. هذه الشراكه الهدف الاساسي منها هو تقديم خدمه للمواطن في المستوى، خدمه صحيه عندها الجوده لكل المواطنين. احنا هدفنا هو ان نصل الى نظام تمويلي تضامني جماعي بالنسبه للصحه اللي تساهم فيه كل الانظمه الصحيه ونساهم فيه نظام الرميد كذلك، نوصلوا للاندماج باش المواطن ربما يكون عنده باسبور واحد، يعني بطاقه واحده يمشي بها ربما القطاع العام القطاع الخاص بحال الدول المتقدمه. هذا هو الهدف ديالنا. واش غنوصلوا غدا ولا من دابا 3 سنين ولا 4 سنين، هذا راهين بمدى اهتمام وزاره الصحه بالعمادين، العماد الاول اللي هو المنظومه الصحيه او العرض الصحي والعلاجي على مستوى المستشفيات العموميه واللي بغينا نعزوه مازال غنطوروه، والعماد الثاني هو القطاع الخاص اللي كيتطور ولا كيشكل جزء مهم هذا العرض الصحي الوطني. خدينا هي عدد الاسره، الثلث ديال الاسره كاينه في القطاع الخاص. الا خدينا مثلا طب الاسنان ف 90% ديال العرض الصحي كاين عند القطاع الخاص. الا خدينا التوزيع ديال الادويه الفارماسي اكثر من 95% عند القطاع الخاص التوزيع على المواطن. بطبيعه الحال هناك ما هو في داخل المستشفيات. فبالتالي ما يمكنش نبقاو غاديين بهذه الطريقه، ديال انه نظرتنا هي مركزه على ما نقوم به كقطاع عام. حنا وزاره خصنا نهتموا اكثر بما هو استراتيجي. نهتموا بما دعا اليه جلاله الملك في خطاب العرش الاخير، الا وهو اعاده النظر بشكل جذري في المنظومه الصحيه. بشكل جذري باش نتجاوزوا هذه الاختيارات اللي كاينه، باش نتجاوزوا الكراهات المرتبطه بالحكامه. مساله مرتبطه بحكامه وحكامه جيده اللي غتخلينا غدا ما كاينش فرق، بغينا المستوى ديال العرض العلاجي لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام يكون مستوى جيد. ما بغيناش هذا التفاوت لانه كيخلق لنا خلل فيما يخص يعني التمويل، خلل فيما يخص التحفيز ديال الموارد البشريه. وما يقع اليوم مرتبط بهاد لا دواليتي، بهاد الثنائيه، هاد الثنائيه مؤثره فيما يقع على مستوى الموارد البشريه. فخصنا حنا دائما نبقاو في حوار في اتصال باش نحلوا جميع المشاكل ديال الصحه العموميه وديال المنظومه ديالنا الوطنيه، لان كنا الطبيب اي يكون في الخاص او العام، الصيدلي كذلك، الممرض، القابله فيما كانت، فهي تؤدي اولا مهمه ديال الصحه عموميه، سي لا سونتي بوبليك، قبل ان نتكلم عن هل هو خاص او عام.